مساءكم خير. دايما بيقولوا كده، وزي ما كنت بتكلم مع زمايلي، انه الاخبار المبهجه لا تاتي فرادى، يعني بتبقى حاجه كويسه في الغالب بتبقى وليده فكره كويسه او مبادره كويسه وينتج عنها نتائج كويسه. معرفش ليه النهارده وانا ببتدي الحلقه افتكرت البوست بائس كده كان منتشر على السوشيال ميديا من فتره، هفكركم بيه. معرفش مش كلنا قريناه، لكن قصه كده بتحكي عن ازازه الميه، وازازه الميه اللي في الكشك ثمنها 3 جنيه وفي الكافيه ثمنها 20 جنيه وفي مكان غالي جدا جدا ثمنها 50 جنيه. وبيتكلم يعني الشخص اللي كاتب الموضوع ده وبيحكي يعني انه فانت لازم تختار انك تكون في المكان الصح عشان تتقدر صح وعشان قيمتك تغلى. الحقيقه يعني النهارده ما اعرفش ليه بفكر بالعكس تماما، انه طول الوقت احساسنا بالقيمه دايما نابع من القيمه الماديه للحاجات اللي بتدفع فيها. الحقيقه انه مثلا ازازه المياه دي قيمتها الحقيقيه انها بتروي العطش، فبعض الناس بيدركوا قيمتهم الحقيقيه. فقيمتك الحقيقيه لو انت حضرتك معتبر نفسك ازازه المياه انك بتروي العطش، انك بتعمل دور حقيقي، مش قيمتك انك سعرك 3 جنيه او 20 جنيه او 100 جنيه. مش هي دي القصه، او مش هي دي المورال يعني، او الموضوع اللي احنا ممكن نهتم بيه ونفكر فيه. بنفس القياس بقى نفسي اقول لكم انه احنا ساعات بنصدر حاجات ونديها قيمه اكتر من اللازم، ونعتقد انه العدد ده قيمه، يعني كل ما هو بيعمل مشاهدات كتير وبيعمل دوشه كتير وبيعمل قلق بنعتقد انه هي دي النماذج الموجوده، بنديلها قيمه كتيره. تحديدا في قطاع كده مظلوم في مصر، او مش في مصر، في العالم كله مظلوم جدا، الشباب. دايما نقول كده انه بصوا على السوشيال ميديا، بصوا الفيديوهات التافهه اللي بتعمل مشاهدات، بصوا الحاجات اللي ملهاش قيمه اللي بتعمل مشاهدات، ونشارك الحاجات دي ونتندر بيها. احنا النهارده ببساطه عايزين نقول لكم ان القيمه الحقيقيه في التاثير، وانه شبابنا حقيقي عندهم قيمه حقيقيه تتقدم. مش بقى حطهم بس في المكان اللي بالسعر المناسب، لا، حطهم بس في المكان المناسب، اديهم الاليات المناسبه، اديهم حلم واديهم مشروع. عشان كده احنا النهارده فقرتنا او حلقتنا هيكون معانا شباب مصري الفائزين في مسابقه انعكتس 2022، وانعكتس مسابقه عالميه للشباب هنتكلم عنها في وقتها. لكن بس عايزه اشجع حضراتكم واقول لكم، لانه في ناس بتعمل قيمه حقيقيه وبتعمل تاثير حقيقي، فيعني ده عنوان كبير ومهم موجود معانا النهارده. لكن لن نغفل العنوان اللي برضه يمكن في وسط عناوين كتيره ويمكن للي ما يخصوش الموضوع ما بينتبهش لحاجه بتحصل كده على الهامش وبهدوء، لكنها من اكثر الامور القيمه اللي حصلت على مدار الثلاث او اربع شهور اللي فاتوا. بدايه من افطار الاسره المصريه في مايو اللي فات، لما الرئيس اصدر مجموعه من القرارات، بس كان من اهمها لجنه العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في قضايا وقضايا الرأي أحيانا وقضايا وصادرة ضدهم أحكام قضاء. لجنة العفو الرئاسي على مدار من مايو لدلوقتي شهرين فاتوا، وعملها ونتاج هذا العمل ونتاج هذه المبادرة من سيادة الرئيس، في بيوت رجعت لها الحياة، في بيوت أعطيت لها تاني دفعة أمل، في بيوت استردت أهم ما يخصها في الحياة. فده بيحصل، بعضنا متابع ومهتم وشايف انه دي طاقة النور المفتوحة، ولو كان بابها صغير كده قد كده، لكن هي طاقة نور مفتوحة حقيقي ناحية الجمهورية الجديدة وناحية التحقق الحقيقي اللي احنا عايزينه يحصل. تزامنا مع الحوار الوطني بيحصل انجازات حقيقية في هذا الملف بهدوء جدا. شارككم النهارده بالقرار اللي حصل النهارده. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار رقم 329 لسنه 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم احكام قضائيه نهائيه. المفرج عنهم النهارده او البيوت اللي هتترد ليها الروح النهارده يعني هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم اشرف قاسم احمد واحمد سمير عبد الحي، طارق النهري، حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن، طارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر. بسرعه كده خلونا نعرف هذه الجهود بتفصيل اكتر من الاستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتوره.
مهندس عصام، احنا يعني متابعين، عفوا دكتور عصام، متابعين مجهودات لجنه العفو ومجهودات العفو الرئاسي، لكن بعض الناس بيختلط عليها الامر ما بين العفو الرئاسي عن الصادر ضدهم احكام قضائيه والعفو عن بعض المحتجزين في قضايا او على ذمه بعض القضايا. فضلك وضح لنا دور لجنه العفو، حدود عملها بما لا يتعارض طبعا مع استقلال القضاء. الحقيقه هو لجنه العفو زي ما كان سمعت من بعض منهم، هم دورهم هم بيرصدوا الاسماء وبيتم ارسالها الى الرئاسه، ولكن من هم الرئاسه بتعطي عفو للذي تم الذي حكم عليهم احكام نهائيه. وزي ما كنت سمعت ان السيد من معالي وزير العدل ان الذين ما زال معهم التحقيق مستمر ما بيتمش عفوا، ده اختصاص اصيل للنيابه. بالظبط، يعني اللي ما زالوا على ذمه قضيه. بالظبط، ما زالوا على ذمه قضايا او تحقيقات، فهؤلاء هم لا يشملهم العفو، ده اللي احنا فهمناه من معالي وزير العدل. طبعا فكره العفو الرئاسي وهو حق اصيل للقياده السياسيه او لانتخابات الرئيس طبقا لمواد الدستور، لكنها تعطي مؤشر. بتعطي مؤشر في اتساق مع مبدا حقوق الانسان. اتساق متصل في المفهوم الشامل والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان كما افهمها، مش كما تملى علينا. بالظبط. يعني احنا عايزين نحط ده في سياق متصل كده مع حقوق التعليم والصحه والحياه الكريمه، وكل ده بدا فعلا، ومنذ ساعات صدر قرار مراعاه للحاله الاجتماعيه والظروف الانيه للمشكله العالميه وليس مشكله محليه. انا عاوزه اسال حضرتك استاذ عصام، يعني برضو الطريقه في اختيار هؤلاء اللي بيتم ترشيح او طرح اسمائهم على القياده السياسيه، هل تكون القضايا المختصة بحرية الرأي والتعبير، ولا أي نوع من أنواع القضايا بتدرسه لجنة العفو وبترى أن هي في وجاهة من أنه الشخص ده يعني ممكن يتم العفو عنه فبتعرضها على سيادة الرئيس؟ يعني أي نوع من القضايا؟ حسب برضو معلوماتي، برضو أنا لست عضو في لجنة العفو لأن في منهم بعض الأصدقاء لنا، لا هم بيدرسوا كل القضايا، بدليل أن مثلا بيخرج بعض الغارمات في العفو، بيخرج لا بيبقى أي في حالات إنسانية بتستوجب ده. لكن دكتورة دينا خليني أخد جزء بننظر بمشمول أكبر، كلمة العفو. العفو يعني التسامح، العفو يعني لأنه من يعفى عنهم ليس معنى أنهم غير مدانين، لكنهم تم إدانتهم، قضوا فترات من العقوبة، ولكن هناك ظروف إنسانية بتحكم لابد من خروجهم، ظروف عائلية، ظروف صحية. ولكن اللي أنا عايز أنتهز الفرصة دي وأقول إن إحنا في مرحلة العالم كله بيمر بأزمات، ولابد أن نكون متكاتفين، وأول العناصر الرئيسية اللي أنا بأتمناها أن نكون مع بعض في المجتمع نعفو ونتسامح كل للآخر، ما يكون يعني نستطيع أن نقبل الآخر وبلاش التراشق في المجالات المختلفة، الحاجات اللي احنا بنرصدها في المجتمع هذه الأيام، لأنه لابد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد في هذا الوطن للظروف. ليس اللي مش عايز أقول برضو بركز علشان احنا أحيانا في بعض الأبواق بتتخذ الأزمة العالمية وبتعمل عليها فوكس وكما لو كانت هذه أزمة مصرية خالص، بل بالعكس أنا بنتهز الفرصة دي بقول أنه هناك دول كبرى وذو تاريخ عظيم واقتصادات مستقرة في الأزمات اللي فاتت بدأت تعن وقيادتها السياسية أعلنت صراحة أن احنا لن نستطيع أن نفعل لكم شيء في كل الظروف ما نحن فيها، ولكن القيادة السياسية الموجودة بتبذل كل قصاري جهدها. وزي ما حضرتك بتقول اللي حضرتك بتشاور عليه ظرف اجتماعي او رؤيه اجتماعيه اكتر ما هي حاجه مرتبطه بظرف اقتصادي مؤقت ان شاء الله وسيزول ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا الاستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار. واخبار العفو الرئاسي دائما هي اخبار مفرحه، فتشوا عنها، انحازوا ليها، افرحوا، لانه حقيقي في حاله من المصالحه بتحصل مع قطاعات كانت غاضبه جدا، كانت متالمه جدا، واسر متالمه جدا. اخبار العفو الرئاسي دائما اخبار مهمه.
عندنا أخبار مهمة كمان وأخبار حلوة جدا. دايما كنا بنتكلم عن الميزان التجاري للدولة، الصادرات والواردات، تحدي حقيقي أمام مصر في زيادة الصادرات وقبلها دعم الصناعات المصرية. النهاردة صادرات الصناعات الطبية المصرية سجلت رقم مهم جدا في النص الأول من 2022، وصلت ل 450 مليون دولار مقابل في نفس النصف الأول من العام السابق كانت 345 مليون دولار. ممكن تكون في أسباب متعددة لهذه الزيادة، لكن دايما احنا نتكلم انه الرقم وحده طبعا مهم، لكنه معنى الرقم وتوصيف وتصنيف الرقم هو الأكثر أهمية. حاجة مهمة جدا انه عدد الدول اللي بتستورد من الصناعات الطبية المصرية زاد، دول آسيا والخليج العربي وإفريقيا زاد التوسع فيها، بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية بدأت تبقى أسواق جديدة للصناعة أو الدواء المصري بشكل عام. في تفاصيل كتير قوي نحب نفهمها، نفرح جدا لو عرفنا كواليس هذه الزيادة ومستقبل هذه الزيادة كمان. متشرفين أنه دكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية معانا على تليفون يشرح لنا بقى. دكتور ماجد مساء الخير وأهلا بحضرتك في التاسعة. أهلا مساء الخير دكتور. السؤال أولا، الزيادة ملحوظة جدا، يعني ما يقرب من 100 مليون دولار في النصف الأول من العام عن العام السابق. عاوزة أسأل حضرتك عن تفاصيل هذه الزيادة، هل في مجموعات دوائية مثلا بعينها هي اللي سببت هذه الزيادة، ولا زي ما قرينا في الخبر كده أنه زادت عدد الأسواق؟ كواليس هذه الزيادة وتفاصيلها. طبعا الزياده اللي احنا عملناها دي 30% دي تعتبر اقل من اللي احنا بنطمح ليه. انا بشتغل على، انا عندي التركيز بتاعنا دلوقتي هو افريقيا. خلي بال حضرتك ان احنا السوق الافريقي او السوق بتاع الميا ريجن زمان اللي هو ميدل ايست اند افريكا، السوق الشرق الاوسط وافريقيا، ده كان السوق اللي هو كان زمان كان في ايد المجموعه بتاعت لبنان وهي حرب لبنان. بعد حرب لبنان اتنقلت المجموعات العالميه حبت انها تبقى الهيد كوارتر بتاعتهم في مصر، نظرا للانفراستراكشر في مصر كانت تعبانه، راحوا للمنطقه بتاعت دبي والامارات والكلام ده كله. احنا اللي بنطمحه دلوقتي ان احنا نخلي مصر مش هناخد المياريز، نبص على افريقيا. انا بشتغل انا والمجموعه معينه في الاداره بنشتغل ان احنا ننمي السوق الافريقيه. السوق الافريقيه بتعتبر بالنسبه لنا، حضرتك لو تسمعي عن الدواء في افريقيا بيستورد بحوالي 16.5 مليار دولار. احنا رقم صادراتنا لافريقيا 65 مليون دولار، يعني ما جاتش نص في المية. يعني عندنا مساحة من التوسع موجودة ومتاحة، وأصلا احنا اتفاقيات التجارية ما بيننا موقعة وكتير، مش كده؟ بالفعل بالفعل. احنا المشكلة طبعا في الدواء، أكثر أهم الدواء ما هواش سلعة هعمل عليها إعلان في التلفزيون أو في المجلة. طبعا. أو الأبستكل بتاعتك الأساسية في أفريقيا هي التسجيل. الدواء في افريقيا اللي بيسيطر على سوق الدواء في افريقيا الصينيين والهنود. انا عشان ادخل بالسوق الافريقيه كان لازم ان احنا نقطع الحته دي، الحته دي هي حاجتين، سعر وتسجيل. السعر احنا نقدر ننافس لان هم حجم الارباح اللي بيحطوها والمصاريف اللي بيصرفوها جامده جدا، فاحنا نقدر ننافس كويس قوي. احنا لو تعرف حضرتك احنا عندنا في سوق افريقيا كلها في 450 مصنع. أنا عندي في مصر 150 مصنع، يعني أنا بمثل 40% من حجم الصناعة في أفريقيا. في أفريقيا. فإحنا المفروض إن إحنا ده الدور بتاعنا نشتغل عليه. المشكلة بتاعتي تقابلني في أفريقيا هي التسجيل. التسجيل وحضرتك قلت نقطة مهمة، التسعير، أعتقد دي ممكن تكون تخص بقى آسيا أو أسواق تانية، مش كده؟ إحنا بالنسبة لنا التسعير إحنا نقدر المشكلة هي التسجيل. ليه تسجيل؟ لأن الوكلاء المسيطرين على الأسواق ديت بالتعاون مع بعض الناس، طبعا مش كلهم، اللي في وزارات الصحه اللي في الدول دي يقدروا ان هم ياخروا التسجيل بتاعنا لمده سنتين وثلاثه. احنا عندنا في المجلس حاجه اسمها بروجكت بنشتغل عليه اسمه الاعتراف المتبادل. فبنشتغل مع دول افريقيه بنقول لهم احنا دول اللي في مصر بقاله داخل على هيقرب على 100 سنه، فمفروض انك انت النهارده تعتبر ان الدواء اللي عندك اللي بتسجل في مصر يعتبر ان هو كانه متسجل عندك. بناء على كده بنبتدي نشتغل. بالظبط. اول عشان يعني اشرح لحضرتك القصه ديت، احنا بنعرض على وزارة الصحه في افريقيا هنورد لكم ادويه من خلال ال 150 مصنع بتاعنا، هنخفض لكم الاسعار بتاعتكم، بنجيب لهم تسهيلات دفع ممكن توصل لغايه سنه.
وقصاد كده بنقول لهم ان احنا عشان تقدروا تستفادوا بالمزايا دي كلها المفروض انك انت تعملي الاعتراف المتبادل ده. طيب دكتور ماجد، الاعتراف المتبادل هل معناه انه انا اعترف بالدواء المثيله اللي موجود عنده وهو يعترف بالدواء اللي عندي؟ وده هياخدني لسؤال تاني، انه بعتقد يعني معلومه حضرتك تاكدها لنا، انه احنا اعداد الادويه المسجله في مصر اكثر كثيرا من زي ما حضرتك قلت فرق حتى نسبه المصانع. فهل ده هيخلينا بس بنقدر نتحرك في جزء صغير من الادويه، ولا ممكن يبقى بس بدايه؟ لا لا، انا بشتغل على كل الادويه بتاعتي ده اول حاجه. ولا بقول باعتراف متبادل بنربطه بس بالتوريدات الحكوميه. يعني الحكومه عنده هتشتري مني او الحكومه عندي هتشتري منه لو عايزه. بالظبط، وده نادرا ما يحصل. طبعا اول نجاح احنا عملناه، انا لسه كنت بقول لحضرتك احنا النهارده بنصدر لافريقيا بكام؟ 65 مليون. اول نجاح عملناه، احنا في تعاقد بيتم دلوقتي مع جمهوريه زامبيا ب 130 مليون دولار. يعني انا كنت النهارده شايف لغايه النهارده بيقول انا عايز ارفع الصادرات المصريه من 35 مليار ل 100 مليار، يعني عايز كل واحد فينا يزود صادراته الضعف. وده ممكن بحسب كلام حضرتك، ده ممكن جدا. طبعا انا النهارده بحاول اقول لحضرتك انا بصدر لافريقيا ب 65 مليون دولار كل الصادرات بتاعتي لكل دول افريقيه، دوله واحده بس اخذت مني 130 مليون دولار او بتتعاقد معايا على كده دلوقتي. بالظبط. فاحنا النهارده نجحنا ان احنا مع اول تنفيذ الفكره بتاعتنا ضربنا رقم الاعمال بتاع افريقيا كله في 3. بالظبط. 65 هنوصل ل 200 باذن الله. وده عنوان يقدر يقول لنا انه التفاصيل القادمه ممكن تكون شكلها ازاي. انا يا دكتور يعني بتمنى انه حضرتك في مره تشرفنا بقى لشرح اكتر، لانه عندنا اسئله كتير والصناعه احنا منحازين لها وطول الوقت بيبقى نفسنا نسمع اخبار تشبه دي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسعة. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة؟ ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. باقي يومين ويغلق باب القبول في مسابقة نجوم التاسعة. على مدار الفترة اللي فاتت استقبلنا بالفعل مواهب تستاهل أكتر كمان، وتستاهل إنه مش مسابقة واحدة هتكفي إنه يخرج كل هذه او كل تلك المواهب والنجوم اللي موجودين واللي بيوصلوا لنا، لكن بنفكر انه كمان ما زالت الفرصه قائمه لليومين اللي جايين. في ختام شهر يوليو هيبقى اغلق باب التقديم في المسابقه، وبعدين تبدا بقى مرحله التصفيات واننا نشوف وجوه حقيقيه تستاهل انكم حضراتكم تشوفوها. واعتقد انه ده مطلب الناس قبل ما هو يكون واجب على الاعلام وواحد من الادوار الاساسيه في الاعلام، لكن هو مطلب الناس طول الوقت انه يشوفوا وشوش جديده ويشوف ابن محافظتك وابن منطقتك وهو بيقدم موهبه حقيقيه تستاهل انها يعني كلنا نعرفها. النهارده كمان بقى حصلت حادثه طبيه نادره جدا، اعتقد ما اقدرش اقول نسب ندرتها بس هي بتحصل، لكنها ملفته جدا للنظر. حصلت في مدينه شربين في محافظه الدقهليه، نادره الحدوث. طفله بعد ما ولدت تم اكتشاف ان هي داخل بطنها في جنين غير مكتمل في بطنها.
طبعا ممكن الناس تستغرب وتتخض وده شكل الإشاعات اللي حصلت للطفلة، لكن هي حالة واضح جدا أنها مذكورة يعني في كتب الطب، خلل جيني بيخلي تكوين جنين آخر داخل رحم الجنين الأول ويدخل بالشكل زي ما احنا شايفين كأنه في توأم، بس لكن طبعا غير مكتمل وواحد داخل الآخر. الأهم نطمن على صحة الطفلة اللي تم ولادتها وعلى التعامل الطبي مع حالة نادرة بالشكل ده. دكتور زياد محمد إسماعيل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ممكن يعلق لنا يشرح لنا ونفهم أهم حاجة نطمئن على الطفلة أو المولودة. ودكتور زياد مساءك خير. مساء النور زي حضرتك فندم. خير عليكم. عايز أعرف يعني هل الحالة دي الأولى من نوعها ولا بتحصل ومفهومة ومفهوم طريقة التعامل معها؟ لا هي حالة مش الأولى من نوعها. لا إحنا هنا في مصر كان عندنا حالة قبل كده كانت مسجلة في جامعة شمس، في حالات برا بس حالات معدودة، فبتعتبر يعني دي أول حالة إدقالية، ممكن تاني حالة في مصر من الحالات النادرة القليلة، لأن أغلب الحالات لما بتيجي بيبقى دايما بتيجي بأورام بس ما بيبقاش اللي بيبقى فيه هيكل جنين. هيكل الجنين ده اللي هو بيشخص باللغة الإنجليزية فيتس انفيتو، يعني طفل جنين داخل جنين بالتوصيف العربي. فهي دي التوصيف بتاع الحالة عشان موجود هيكل جنيني. طب يا دكتور حصلت يعني هي طبعا سبحان الله، بس هي اولا تحصل ازاي؟ يعني حتى اذا كانوا توأم واحدهما اكتمل والتاني لم يكتمل، يحصل ازاي انها تدخل داخل رحم الطفل اللي اتولدت؟ ولا هو ما هوش قصه توأم اكتمل وما اكتملش، عشان بس لان للاسف على السوشيال ميديا وطفل بلع طفل والكلام ده اكيد لا يعني مفيش الكلام ده خالص. هي ده تحور جيني بيحصل اثناء البويضه ما هي بتنقسم، فبيجي دي خلايا بتبتدي تيجي تنقسم وبتبتدي تكون خلايا جنينيه. ده تحور جيني، مرض وراثي نادر، وعشان كده كان الاهتمام في خلال الأوساط الطبية ومراكز البحثية على مستوى مصر وخارج مصر كتير كلموني عليها الحالة. طبعا بس في بروتوكول يا دكتور للتعامل مع الحالة دي مش كده؟ هي زي ما حضرتك شايف في الإشاعة الرسمة كأن في بيبي جوه، ودي رسمة الإشاعة. فالطفل فعلا البنت لما جات لي هم جم يكشفوه، البنت كانت كويسه جدا يعني الحمد لله، البنت حالتها الصحيه ممتازه ومستقره وما فيش فيها اي مشاكل. البنت جايين يكشفوا اطمئنانا، انا اكتشفت وجود ورم. الورم ده لا مش ورم طبيعي، بدات افحص فيه كويس، لا احنا هنطلب فحوصات. طبعا كان الموضوع مقلق للناس، الناس يعني مش الدنيا كويسه والطفل كويس. لا طلبنا الفحوصات، طلبنا نعمل اشاعات، كلمنا استشاري الاشاعات دكتور جمال، بدا يعمل الاشاعات بتاعته واكد الوضع اللي لان احنا كنا بنبقى شاكين 99% في الحالات دي بتبقى اورام، فهو حاجه اسمها تيراتوما او برضه ورم جنيني. فهو قال لي لا الوضع فعلا ماشي زي ما احنا مشخصين، اللي ده فيتس انفيتو اللي هي جنين داخل جنين، بيبقى فيه زي الفقرات وفي واصل دم، وهو بالدوبلر قدر يثبت اللي فيه دم واصل للمنطقه دي. انا يا دكتور بس مبهوره بحاجه، هو حضرتك بتقول الطفله اتولدت طبيعي جدا، ما حدش قلقان من اي حاجه، ايه الحاجه اللي خلت حضرتك تشك اصلا يعني؟ بصي هو احيانا بتبقى عامل الخبره بيفرق طبعا كتير، يعني طبعا. هو الحمد لله اما يعني هي كتله صغيره كده في البطن برضه ما بتشاف، يعني في بيبقى احيانا زي ما بيقولوا الحدث او الخبره او الحساسات، لا ده مش اللي ينفع الا حتى سيبه يوم ولا اتنين وبعد كده نشوف هيزيد ولا يقل، ممكن يكون كده حاجه لا الطفل لسه مولود لسه ما عملش حاجه. وده يخليني اسال حضرتك ماذا لو انه لم يتم الانتباه ليها لا قدر الله، انه لو حد تاني ما انتبهش الحاله دي، ايه التطورات اللي ممكن تحصل في الكيس دي انه
تأذي الطفلة مثلا؟ مضاعفات، لأن دي حضرتك ده احنا بنعتبر زي ورم، ده خلايا جنينية موجودة بتبقى زي ورم عاملة مشكلة، وطبعا وصل لها دم ممكن يحصل فيه مشاكل، ممكن يحصل فيه يعني ممكن يحصل فيه تجمعات دموية، ممكن يحصل فيه مشكلة للبيبي، الحاجة دي كلها بتحصل. وعشان كده هو دلوقتي يعني البيبي أنا حولتها مستشفى الأطفال الجامعي جامعة المنصورة لقسم جراحة الأطفال، وهما دلوقتي بيقوموا ببقية الفحوصات، لأن لازم يتعمل لها أشعة مقطعية ولازم يتعمل لها بقية فحوصات عشان تجهيزها للعمليات. يعني هيتم إزالة هذا الورم الجنين. هيتم استئصاله. التكوين الجنين ده هيستأصل، وإن شاء الله البنت هترجع كويسة وبتبقى حالتها كويسة، بس هو عشان الحالة دي من الحالات النادرة شوية اللي على مستوى العالم كله، وهنا في مصر من الحالات القليلة اللي يبقى فيها سكيلتون كامل، فعشان كده الأوساط الطبية مهتمية بالوضع شوية، والحمد لله دلوقتي أساتذتنا في جراحة الأطفال في مستشفى الأطفال جامعة المنصورة متولين الأمور بشكل كويس. احنا بنشكرك يا دكتور، بنشكرك على اولا انه هذا النموذج الطبي والتدخل الطبي في الوقت المناسب والتطور بتاع المتابعه كمان بالشكل المناسب. دكتور زياد محمد اسماعيل استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، وهو مكتشف هذه الحاله النادره اللي اكتشف انه في احتياج موجود. وانا بسال دكتور زياد على البروتوكول، عايزه اقول لحضراتكم انه كل حالة في الطب، في تاريخ الطب، عشان كده كان أول سؤال برضو دي حصلت قبل كده ولا لا، في تاريخ الطب كل حاجة مكتوبة وليها بروتوكول وطريقة للتعامل معها. تفرق حالة من حالة، وساعات الدكاترة بيزعلوا مثلا لما نقول حصل إهمال طبي. أنت إيه اللي يحكم أنه حصل إهمال طبي أو حصل اهتمام طبي زي في الحالة اللي معانا النهاردة، أو حالة الطفلة اللي تم اكتشاف فيتس جواها؟ يعني ايه الفرق؟ يعني امتى نقول ده اهتمام طبي او اهمال طبي؟ اهمال طبي انه الاطباء المعنيين ما يعملوش البروتوكول بالمناسبه اللي هم عارفينه واللي الطب بيقول عليه واللي الاجراءات الحمايه والوقايه بتقول عليه، فده اسمه البروتوكول. اي بقى اجتهادات اخرى، عفوا يعني فهلوه، محاولات لاننا نقول ما هيتمشي كده، دي أساتذة الطب طبعا المعتبرين بيقولوا انه ده لا يمت للطب بصير. كل حاجه ليها بروتوكول. لما نيجي نحكم على حاله دي اهمال طبي ولا لا قدر الله ده قضاء وقدر، نرجع نقول يا جماعه البروتوكول في الحالات دي بيحصل ايه. دكتور زياد كان بيتكلم وكانه بيقول كما قال الكتاب، ده اسمه بروتوكول طب. دي افكار الاطباء اللي نحترمهم ونقدرهم ونقول فكر مرتب ازاي، نشك في واحد او اتنين، نحول للطبيب المختص، ثم نحول للإجراء التصحيحي للحالة، ده اسمه بروتوكول علاجي. أي اجتهادات أخرى بتحصل في حوادث أخرى بتخلي إننا نفقد أشخاص ونفقد أرواح، دي عبث مش أو قضاء وقدر اللي يحكم فيها زي ما بقول لحضراتكم كده البروتوكول. كل التحية للفريق الطبي المتابع لحالة الطفلة اللي تم اكتشاف تكوين جنيني داخل بطنها. بعد الفاصل هنرجع نتابع مع حضراتكم، وزي ما قلنا كده النهاردة معانا مجموعة من الشباب اللي زي الورد. تاني، احنا في بلدنا عندنا ثروات كتيرة ومتعددة، مش هيكون أجمل ولا أشطر من شباب البلد. بعد الفاصل الفريق الفائز في إناكتس 2022، وأيضاً مجموعة يعني أو أساتذة أفاضل هم اللي كانوا الرعاة أو اللي احتضنوا هذه الفرق، واللي على مدار سنوات هنفهم إيه هي إناكتس أو المبادرات أو الفعاليات الجامعية المختلفة، ومش بس إناكتس لكن بيبقى في فعاليات كتير قوي في مختلف الجامعات. بعد الفاصل هنكون معانا شباب مصري جميل ويفرح، خليكم معانا. مساءكم بخير. لما بنتكلم عن توسيع قاعدة ريادة الأعمال في مصر وفايدتها الاقتصادية العظيمة، بنبقى بنتكلم كلام يخص سوق العمل. ولما نجيب سيرة سوق العمل، بعض الناس بتفتكر أن سوق العمل يخص الخريجين والناس اللي بتشتغل بقالها سنين، وأنه حان الوقت أن احنا نشجع ريادة الأعمال في مجالات كتير. الكلام ده ياما قلناه، لكن لما ترجع كده عند سن أصغر وتتكلم عن ريادة الأعمال وتشوف ناس بتقدم أفكار في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المجتمعية، هتقول هيبقى عندهم أفكار حلوة.
معلومات لطيفة، لكن أنك تشوف أفكار ناضجة ومشروعات مكتملة ودراسات جدوى عظيمة، ما نقدرش يبقى عندنا أي مشاعر فوق إحساسنا بالفخر بأنه دول شبابنا ودول الناس اللي هتولوا القيادة في مصر بعد سنوات قليلة، وأعتقد أنه هيكونوا خير ممثلين لجيل كامل. طول الوقت أنا شخصيا منحازة لمن هم أصغر سنا، وأنا ضد نظرية أن الصغيرين دول يعني مش شاطرين ولا حاجة، فعشان كده النهاردة احنا نجومنا هم نجوم جامعة عين شمس الفائزين بإناكتس 2022، لكن عندنا كمان أسئلة كتير عن هذه المسابقة أصلا وان تأثير ريادة الأعمال وهذا المجال بكل تفاصيله، عشان كده بقى معنا أساتذة كبار يشرحوا لنا إيه اللي بيحصل. برحب ومتشرفة أنه معنا دكتور فاطمة سري، رئيس منظمة أو رئيس تنفيذي لمنظمة إناكتس مصر. منورانا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا. وأستاذة لميس نجم الجميلة صديقتي العزيزة ومستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر. منورانا يا أستاذة. مرسي جدا لجينا. مرسي جدا لكل اللي بتعمليه ومساعدتك لينا دايما في كل حاجة احنا بنطلبها منك. العفو، ده شرف، ده أنا بحس إنه ده شرف عظيم. محمد سعد. مهندس محمد سعد مش كده، وحبيبة أحمد ممثلين جامعة عين شمس فريق إناكتس جامعة عين شمس مش كده؟ صح. ومعنا كمان شباب تانيين لسه هينضموا. أهلا بيكم منورين. أهلا بحضرتك. أنا هبتدي بسرعة على طول مع دكتور فاطمة. إحنا مش كلنا نعرف إيه إناكتس، أو لو نعرف نعرف دي منظمة دولية دول بره بيعملوا أو ما بيعملوش، الكلام اللي بيوصلنا من القشور كده. إيه هي الحركة الدولية ومتى بدأت إناكتس في مصر؟ هي إناكتس هي عبارة عن منظمة دولية موجودة في 36 دولة، وهي بتمثل شراكة بين طلبة الجامعة وقادة الجامعة ورجال الأعمال. الطلبة داخل الحرم الجامعي بيكونوا فريق بيستفيدوا بكل اللي درسوه في الفصول الدراسية من أجل تنفيذ مشاريع بتكون بتدور حوالين ثلاث حاجات محددة: ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة. طبعا كل جامعة بيكون لها استشاري أكاديمي هو المسؤول عن الفريق، علشان بيكون هو حلقة الوصل بين الجامعة وبين الإناكتس. كل دولة من 36 دولة بتنظم مسابقة وبتدعو رجال الأعمال علشان يحكموا نتائج مشاريع الطلبة اللي بينفذوها خلال العام الأكاديمي، وبيختاروا مين أحسن جامعة كانت أكثر تأثيرا في إن هي تتوافق المعايير التحكيمية اللي احنا قلنا عليها اللي هي ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والابتكار. بالضبط كده. فالجامعة دي بتتأهل إنها تنافس في كأس العالم. كل دولة من 36 دولة بيكون لها بطل بيمثل بلده في المسابقة العالمية. بالنسبة للإناكتس إيجيبت احنا ابتدينا سنة 2004، كان معنا 4 جامعات وكان معنا 120 طالب. حاليا احنا موجودين في 52 جامعة ومعنا اكتر من 9700 طالب في إناكتس. يعني تقريبا انا بقول بالظبط الارقام اللي معايا. 9700 طالب معانا في إناكتس، وكل سنة احنا بندرب الطلبة على التسويق، بندربهم على ديزاين ثينكينج، بندربهم على كيفية إدارة المشروع، بندربهم على مهارات العمليه كل حاجة في المشروعات اللي انا شفته يعني والحقيقة يعني هو كل ده طبعا بفضل رجال الأعمال وتدعيمهم للبرنامج، لان احنا كل الدعم من لإناكتس كله من شركات مصرية مهتمية بالتعليم وبريادة الأعمال. وطبعا لان الشباب هم طبعا هم مستقبل مصر، فهم كلهم بيهتموا نشر فكر العمل الحر. والطلبة لما بيبتدوا يفكروا في المشاريع، هو أولا طبعا هم هيحكوا أكتر هم زي بيكونوا الفريق، بس هم بيبقى عندهم عبارة عن زي شركة بتبقى فيه رئيس ونائب رئيس وبيبقى فيه لجان CEO هو قاعد معي بالظبط. بيبقى فيه لجنة للبحث والتطوير بتشوف إيه المشاكل المجتمع، ولما بيلاقوا أي مشكلة مش بينظروا إنها مشكلة، لا بالعكس ده بينظروا إنها تحدي، ما عندهمش حاجة اسمها مشكلة. ومن التحدي ده بيخلقوا فرصة وبيفيدوا المجتمع وبيقدروا إن هم فعلا يعني يوجدوا حلول بطريقه فيري انوفيتيف او مبتكره جدا. وزي ما حضرتك شفتي اكيد حضرتك كنتي موجوده في المسابقه وشفتي نوعيه المشاريع اللي الطلبه بيقدموها بطريقه مبتكره. يعني مش بس النوعيه يا دكتور، لكن اللي اقدر اثمنه واشهد انه مختلف تماما النضج في القصه وطريقه التعامل. عشان كده هروح بسرعه لمحمد، عايز اسالك اولا المجموعه بتتجمع ازاي يا محمد؟ هو احنا بنبدا السنه تقريبا من شهر 7 او 8 في اخر 8 بعد الكومبيتيشن على طول.
بيبقى فيه هاي بورد او تيم مكون من 4 أو 5 بنبدا نعمل انترفيو للبورد اللي معانا اللي هي الفرق الموجوده سواء كانت ار ان دي ميديا برزنتيشن. يعني انت كرئيس إناكتس جامعه عين شمس مثلا انت بتستقبل كانك بتستقبل سي فيز بتستقبل ناس عايزين ينضموا للمجموعه ناس من الكليه من الجامعات عندنا كليه تجاره هندسه كل الجامعات بيبداوا يقدموا سي فيز او ابلكيشنز وكده بنعمل لهم انترفيو وبيبقى معانا البورد بيبقى تقريبا من 20 او 25 شخص بعد كده بيبدا انترفيوز الممبرز معاكوا البورد اللي هو البورد بتاع بورد مع ستودنتس برضه لسه مطلوب في الكليه عندنا بنبدا نعمل انترفيوز للممبرز بيجي لنا برضه سي فيز ليهم وبيبقى تقريبا عددهم من 350 ل 400 شخص ايه العدد بالظبط بنعمل لهم انترفيو بنبدا السنه وكل واحد بيخش التيم اللي هو فيه سواء ار ان دي ميديا برزنتيشن فاند ريزنج ونبدا نشتغل على مدار السنه يعني ومن اول السنه واحنا عارفين ان احنا هنشتغل على المشروع ده بنختار المشروع ونشتغل عليه ونبدا نشتغل عليه طول السنه عشان كده الاعداد اللي كانت في حفل الفاينل كانت رهيبه يعني كل تيم ده رقم مش كده بيبقى عدد كبير استاذه لميس يعني حضرتك طبعا بخلاف الحماس الرهيب اللي انت بتتكلمي بيه عن إناكتس وطبعا لازم احكي للناس ممكن احكي يا جماعه استاذه لميس بتجيب او كل الجادجنج تشرف على فكره ان الجادجنج بانل احنا تيجي تشوف الطلبه الحلوين دول عشان تقول رايك فيهم ده امر احنا ما بنقدرش نقول لا وده باشن عندها شغف رهيب هي عندها باشن فانا عايزه اسالك يا استاذه لميس دور الشركات الكتيره والشركاء اللي احنا شفناهم منهم داعمين لإناكتس على مدار رحله الطلبه من اول ما بيبداوا السنه لحد اخرها موجود ولا هو دور موجود بس في الحفل الختام وفي التحكيم النهائي؟ لا هو عدد كبير جدا للاسف ما كانش موجود معانا المره دي لتواجدهم في الخارج في اجتماعات بس لكن هم متواجدين خلال العام كله لان هم بيمدوا الدعم ليس الدعم المادي فقط لكن الدعم نفسه المعنوي التكنيكال ما نتكلمش كده طب نتكلم بالطريقه دي لما بنيجي نشوف البرزنتيشنز بالذات بقى في الفاينلز بقى واحنا طالعين بره دول هيمثلوا مصر لا يعني يعني اللي هو العين تتعمل ازاي طب نتكلم مش عايزين سمبثي عايزين امباثي فبنمسكهم بقى بنعمل فالدور شغالين احنا معاهم خلال السنه طبعا مدام فاطمه شغاله اكتر لان هي اللي بتجهز البرامج التدريبات وهم محتاجين ايه سكيلز ديفلوبمنت حد يجي يعمل لهم تدريب على ازاي يتكلموا على ازاي برزنتيشن الكلام ده كله احنا دور البنوك والشركات اللي هي على البورد الداعمه اللي هي بتدي فاندز وكل في حد ممكن بيبقى حاطط فلوس بس ما فيش حد موجود لهم وحد موجود بس ملوش دور فاعل بس ملوش فلوس بس ليه دور تاني فعال فاللي هو بقى كل حد بيعمل حاجه يعني كاننا بنقول ان الشركات او رجال الاعمال اللي بيساهموا هم بيساهموا سواء بالخبره او بالماده لا وهي الخبره كمان مهمه جدا لان انا عايزه اقول لك ان هم بيحطوا الاستراتيجيات لإناكتس يعني انا لما حتى بدخل جامعات جديده بيكون كل حاجه من خلال المجلس على اساس ان انا مش لازم ان انا في لو جامعات مش اكتف قوي ومش شغالين ممكن ما اهتمش بيهم لغايه ما يرجعوا تاني اون ذا تراك ويبتدوا يبقوا اكتف علشان احنا الكلام ده كله بيكون احنا بنشتغل مع الطلبه بدون مقابل بكل ده دعم فاحنا مش عايزين طبعا الجامعات دي نضيع وقت والفلوس يعني حبيبه عايزه اسالك على تجربه إناكتس انت باشمهندسه مش كده بداتي من امتى في إناكتس عين شمس انا اول ما دخلت الكليه يعني في اعدادي هندسه كان الريكروتمنت اللي هم بيدخلوا ممبرز جداد كانوا موجودين في الكليه اللي هم بيعرفونا ايه هي إناكتس ويعني ان انا اشتغل في مشاريع وان انا اصلا اطلع بفكره مشروع جديد واعمله من A to Z وافكر في الماركتنج بتاعه وافكر في البلاننج وكل الكلام ده فساعتها من اول سنه ليا في الكليه قدمت فيها وقعدت اول سنه كانت الرول بتاعي يعني ان احنا في المشاريع بنبقى محتاجين ماتيريالز وحاجات فانا كنت في اللوجيستكس اللي هو مسؤوله عن الماتيريالز بتاعه المشروع بتاعي وكده بعدين حبيت المكان وحبيت ان كلنا يعني ورا هدف واحد واللي هو كلنا في الناشونال كومبيتيشن في الاخر مين بيدربكم مين مسؤول عن التدريب بيبقى الناس قبلينا اللي هو البورد اللي هم بقى لهم سنه قبلينا فهو اكن هي الاكسبيرينس بتتنزل من حد اللي تحتيه والهاي بورد اصلا بيبقى فيه بقى زي تي او تي من الاوفيس نفسه من اوفيس إناكتس اول السنه اللي هو بيعرفنا ازاي نطلع بايدياز للمشاريع ازاي نعمل برزنتيشن حلوه ازاي ناخد سكيلز في الميديا والحاجات دي يعني
ده عمل تنظيمي كامل بالظبط. اللي مش بيطلع في النهايه، اللي مش بيتقبل في فريق انكتوس عين شمس بيبقى بيزعل منكم قوي يعني الصراحه. في ناس يعني بس بنحاول دايما ان احنا نساعدهم، نديهم فيدباك مثلا على الانترفيو اللي دخلوه كده، وحاولوا السنه الجايه مثلا يقدموا بطريقه احسن من كده، او ده بروفيشنال اشتغلوا على نفسهم بروفيشنال يعني يدي فيدباك حتى من نفسهم. ليه ما قدرتش اتعامل معاك؟ احنا نروح لفاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا، لانه احنا فعلا النهارده علشان نخلي كل الناس تشوف مصر السنه دي ممثله ازاي في انكتوس العالميه. مفترض ان الفريق اللي فاز، الشباب العظيم دول وكمان في زمايلهم هينضموا لينا بعد الفاصل، فازوا هيمثلوا مصر. المرحله دي او الرحله دي شكلها عامل ازاي، وايه المشروع اللي مصر مقدماه السنه دي في انكتوس 2022 بعد الفاصل. لسه معانا الشباب المصري اللي بيمثل مصر في انكتوس الدولية، شباب جامعة عين شمس الفائزين في مسابقة انكتوس ايجيبت السنة دي، ودكتور فاطمة سري رئيس التنفيذي لمنظمة انكتوس، ومعانا الأستاذة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر. احنا معانا الأذرع المشاركة في انه يخرج لنا المنتج النهائي العظيم اللطيف ده اللي هيمثل مصر في مسابقة ريادة الأعمال الدولية. زياد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا. زياد وجي تمام، ومريم احمد انضموا الينا في الفاصل الاخير. زياد، مشروعكم هو المشروع الفايز، واحنا في الفاينل كان في كام مشروع؟ خمسة مش كده؟ احكي لنا بقى عن كريفيتا. مظبوط. بصوا يا جماعه الشياكه، بروشور اشيك من البروشورز بتاعت الشركات اللي احنا بنشوفها بجد يعني، فده البروشور بتاع البروجكت بتاعك. تقدر تلخص لنا المشروع كده في دقيقه؟ تمام. هو المشروع بيتكلم عن حاجه اساسيه في مصر في الثروه السمكيه، وهي حاجه اسمها جراد النيل. ده نبات او هو حيوان عباره عن شبه الاستاكوزه شويه. بس هو مش استاكوزه، هو حاجه كانت مش موجوده في مصر، بس هي دخلت مصر في الثمانينات عن طريق يعني كان في زي عمليه زراعه للاستاكوزا المفروض في مصر. بس جت بصوره غلط نتج عنها ان هي تتكاثر في النيل بصوره كبيره جدا. هي حاجه مؤذيه جدا للنيل، بتتغذى على الثروه السمكيه بصوره كبيره، وده ادى انخفاض كبير قوي في الثروه السمكيه في مصر. وده كان بيدور الصيادين بصوره كبيره. زاد ان هي يعني الاختراع ده اللي انتم مسمينه جراد النيل او وات ايفر بيقضي، هو بياكل السمك بالظبط، هو بيتغذى على الثروه السمكيه. انا شفت اللقاءات اللي عملتوها مع الصيادين، كانوا بيشتكوا جدا منه. مظبوط، يعني دي المشكله. مظبوط، زاد ان هو بيعاقبهم جدا في عمليه الصيد، عشان هو بيقطع لهم الشبك ده بتاع الصيد بتاعهم. عشان خلبه حاميه جدا. زاد ان هو برضو بيدور الفلاحين مش الصيادين بس، عشان هو بيقدر ان هو يحفر في الارضيه بتاعه المزارعين، فبالتالي بيعمل زي هشاشه في الارض بتاعه المزارعين، فبالتالي بيدور المحاصيل بتاعتهم جدا. فلان هو بيأثر على سيجمنتس كتير جدا في الصناعات بتاعتنا. اوكي، يعني دي مشكله اي حد بعقليه بتفكر في اتجاه واحد هيقول دي مشكله تهدد الثروه السمكيه في مصر، وهي فعلا مشكله. عملتوا ايه بقى عشان تبقى المشكله دي حاجه عظيمه جدا وفرصه؟ هو احنا اصطدنا اللي هو الكريفش او اللي هو سرطان النيل، وبعدين علمنا البنفيشري بتاعنا اللي هو الشخص اللي احنا بنساعده ان هو يعني يعمل المشروع ده ويكمله بعدينا. علمناه ازاي يقشر الكريفش ده، وبناخد القشر بتاعه بنستخرج منه حاجه اسمها الكايتوزان. الكايتوزان ده بيدخل في صناعات متعدده، منها المواد الحافظه للاكل يعني، والحاجات الفارماسيوتيكال اللي هو مثلا حاجات البشره وكده والادويه وكده. وبالنسبه بقى يعني خدنا الكايتوزان برضو واستعملناه، عملنا منه بيستسايد او يعني مبيدات حشريه. يعني ببساطه، عشان طبعا انتوا عملتوا حاجه كبيره جدا مش هنعرف نشرحها في دقايق، لكن الكايتوزان اي حد في الميديكال او في المجال الطبي يعرف انه دي حاجه قيمه جدا. بالزبط. يعني دي قيمه وممكن تدخل في صناعات كتير جدا. قدرتوا تنجحوا في استخراجها؟ مظبوط، ما كانش فيه مشاكل، ما طلعتش النتائج ضعيفه، وعلمنا الصيادين ازاي فعلا يعملوا كده ونتائج كانت فعلا. هرجع لكم تاني ازاي كسبتوا بقى، لان انا عارفه ان في ارقام وفلوس وحاجات كده. دكتور فاطمه، مسابقه انكتوس او الشباب العظيم ده اللي تم اختياره من جهات كتيره جدا، المفروض انه هيمثل مصر ان شاء الله. تاريخ تمثيل مصر في انكتوس الدوليه عامل ازاي؟ انا عارفه ان عندكم قصص عظيمه.
الحقيقه يعني احنا في إناكتس احنا حققنا اكتر دوله من ال 36 دوله. مصر هي اكتر دوله كسبت الكاس العالم. فعلا فعلا. ايه ده احنا جامدين جدا. انا ما اعرفش كده. الشباب المصري ذكي جدا جدا. وفعلا لما يعني بيتوجد في بيئه يعني بتساعده ان هو يبتكر ويعني يقدر ان هو يقدم نفسه بطريقه مظبوطه. لا الشباب عندنا فعلا مبدع. يعني احنا طلعنا خمس مرات اول ومرتين تاني على العالم. يعني بصراحه احنا يعني الشباب عاملين مشاريع كويسه جدا ودايما بننافس وهم عارفين ان مصر قويه جدا. عشان كده هم بينافسوا بجد. السنه دي يا رب نرجع. احنا اخر ثلاث سنين احنا ابطال كاس العالم على فكره. وفي 2019 سياده الرئيس احنا ابطال كاس العالم. مش لازم في الكوره. الكوره مش لازم في الكوره. استاذه لميس، ايه اللي بيشجعكم تستثمروا في الشباب دول؟ انا عارفه ان في استثمارات حقيقيه. يعني اقصد لما هم كانوا بيعملوا برزنتيشن في فلوس اتصرفت على بحث واتصرفت على تنفيذ وعلى تجربه وعلى تدريب. وعلى تدريب. تدريب يعني الطالب فيهم خلال السنة كلها بيتصرف مبالغ كبيرة جدا لتدريبهم علشان يوصل في الصورة اللي هو فيها. ازاي يقدر يقف يتكلم، ازاي يبقى واثق من نفسه بيتكلم في مشروعه. بيمروا بمراحل تدريب كبيرة جدا ومراحل اختبارات جامدة جدا لغاية ما بيوصلوا ليوم المسابقة. فبيكون اتعمل معاهم مجهود كبير جدا. والفريق اللي بيفوز بعد كده احنا بناخده بقى كله. بنفضل بقى معاه مجلس الاداره كلنا. أيوة. مع الاستاذه فاطمه. خلاص مفيش تدريبات تانية. أوكي. احنا بقى حته بحته هنتكلم ازاي، هنلبس ايه، هنعمل ايه، هناخد ايه يعني معانا. يعني هم كمان دلوقتي لسه في شغل. لسه طبعا. لا ده طبعاً. ممكن يعيدوا كل ده من جديد. عشان التمثيل الدولي. التمثيل الدولي يعني احنا عندنا الخبره. عندنا الاكسبيرينس. بنعرف الاسئله بتتسال ازاي. بنعرف شايفين الدنيا بتمشي ازاي. الدخول لبدايه الاحتفال فعندنا الخبره بما فيه الكفايه. فبنحاول نديهم بقى العصاره في الفتره دي. يعني هم هينسوا الصيف وهينسوا كل حاجه. لا ده كاس عالم بجد. كاس عالم. لا دي حقيقه. تدريبات معسكر وتدريب وكل حاجه بالظبط. احنا بعد الفاصل بقى يعني عند فاضل لنا الفاصل الاخير لازم نسالكم بقى، طب وماذا بعد المشروعات الحلوه دي؟ بالمناسبه كل المشروعات حلوه. كل فعلا يعني في حاجه تقدر نقدر نقول انها جميله قوي، وفي حاجه اسمها جميله ومفيده بس كلها حلوه يعني يا دكتور. فبتروح فين او مصيرها ايه؟ او الطلبه اللي اتخرجوا من إناكتس على مدار السنوات اللي فاتوا علاقتهم برجال الاعمال ايه؟ بعد فاصل الاستاذ نكمل كلام. لسه مكملين مع المبادرة اللي بتخلينا أبطال كاس العالم. وده الخبر اللي فرحني بقى في الفصل اللي فات أننا أبطال كاس العالم لخمس مرات سابقة في إناكتس الدولية. وشباب جامعة عين شمس اللي فازوا السنة دي بتمثيل مصر في بورتوريكو، مش كده؟ تمثلوا في بورتوريكو. لسه كنتوا بتكلمنا يا زياد عن المشروع. ممكن حد يجي يقول لك هو بجد يعني الموضوع سهل كده؟ لو كان سهل طب ما المصانع الكبيره ما فكرتش فيه ليه؟ طب وزاره البيئه يعني ما كانتش تعرف تعمل كده؟ احكي لي او رد على حد ممكن يقول لك هو يعني ده حلو زياده يعني انك تاخد مشكله وتعمل منها ماده خام وكمان تصنع منها منتجات. مظبوط. قفلتوا الدايره كده ازاي؟ هو اول حاجه الفكره بس في اللي بياخد الانيشيتيف في الاول. يعني انت بتشوف حاجه مثلا، يعني مثلا ممكن نظره الناس للكريفيش في الاول ان هي حاجه فعلا مضره وانا عايز ابعد عنها، والصيادين حاطين نظرتهم للموضوع في الاول، ودي كانت عقبه بالنسبه لنا معاهم في الاول. اللي هو ازاي نقنعه اصلا ان هي حاجه هو شايفها ضرر ليه في الاول، ان لا انت دي حاجه فعلا مفيده ليك وانت ممكن تستفيد منها بصوره كبيره جدا. وده كان دورنا معاهم في الاول فعلا، ان احنا نوعيهم ازاي هم يقدروا يستفيدوا من الموضوع ده. طبعا ولو استادوه اكتر فده هيحسن الثروه السمكيه. بالظبط بالظبط. بالتالي قدرنا ان احنا بعد فتره معاهم ان احنا نعلمهم ازاي يعملوا كل الكلام ده، ازاي البرودكتس يقدروا ان هم يطلعوها من الكريفيش نفسها. فبالتالي نظرتهم للموضوع بقت مختلفه. انا يعني ازاي حاجه شايفها في الاول كانت كده وفي الاخر بقت بتطلع لي عائد وحسنت في مستوى الدخل بتاعي ومستوى المعيشه بتاعي. كم واحد كان شركائكم في المشروع ده؟ يعني اللي اشتغلتوا معاهم على الارض من الصيادين كبنفيشريز للصيادين. المستفيدين. احنا وصلنا لحد دلوقتي مثلا حوالي 300 صياد في المشروع معانا في محافظات مختلفه في مصر. يعني والمشروع بيكسباند كل فتره يعني مع البنفيشريز بتوعنا. يعني بالظبط. يعني طبعا اللي بيشتغل في البيزنس فاهم ان هم بيتكلموا لغه البيزنس. هم بيتكلم عن التوسع وعن التجارب وعن خطوه بخطوه. دكتور فاطمه، مستقبل المشروعات دي بالتعاون مع الشراكات
ايه اللي بيحصل؟ يعني بعد ما يرجعوا باذن الله جايبين كاس العالم كمان مره، ايه اللي ممكن يكون فرص متاحه ليهم كشباب وللمشروعات دي انها تكمل؟ والله انا طبعا بدعي اي منظمات مجتمع مدني ممكن ان هم يتبنوا الافكار دي. احنا طبعا انا بيجي لي كل سنه من شباب إناكتوس اكتر من 180 مشروع كل سنه، وكلها افكار مبتكره طبعا، فيهم يعني حاجات رائعه جدا. بنك افكار، احنا عندنا بنك افكار فعلا، ومشروعات ودراسات جدوى. ده حقيقي بالظبط. يعني احنا لما بنقول اعملوا مشروعات صغيره، طب ما يجوا لحضرتك يقول لك انا مستعده طبعا ان المشاريع دي طبعا، لان كلنا عايزين مصر تبقى احسن طبعا، فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا اي حد عنده الامكانيه ان هو ياخد الافكار دي طبعا يتبناها ويقدر ان هو يتوسع فيها، وممكن يفتح شركات مثلا، ممكن يعمل شركات تعاونيه ويبقى فيه باسهم طبعا. احنا طبعا وي ار اوبن، يعني احنا يعني مساعدين أي فرصة يا جماعة. اللي عايز يعمل مشروع حلو في بنك أفكار هنا جاهز، واشتغل ونفذ وخطط وكسب. مش كده؟ هو أوريدي كان معانا المرة دي الحمد لله من الحكام اللي أنا كنت اخترتهم وكانوا موجودين معانا، حد عندهم شركات اللي هو يقدر ياخد المشروع، وهو طلب مني قال لي أنا عايز أخد المشاريع دي وإن أنا أعمل لهم بيز، وإن هم نبتدي نكبرهم ونتأكد ان الاستدامة بتاعت المشروع بالزبط. نراعي المشروع ونعمله الاستدامة بتاعته. وغير كلهم ده كلهم جالهم وظائف خلاص اوريدي المتخرجين يتخطفوا يعني حاجة تشرف جدا جدا. اكتر من شركة واكتر من حد قال لك مش هختار مش هعدي مش هيعدوا في انترفيو. كان في حاجة جميلة انتوا عاملينها كمان في المسابقة، الورقة اللي بتقول انه الى اي مدى انت هتختار الطالب اللي خريج إناكتوس. عجبتني دي، لانه انا فضلت بقيت افكر اقول انا بعد كده واحنا بنختار ناس لازم ندور على الناس اللي شاركت في حاجات زي كده. هو طلبة إناكتوس بيتخطفوا في سوق العمل لدرجه ان فعلا في الاتش ار يعني مجرد ما يبقى يلاقي شهاده إناكتوس، لان احنا بنديهم شهاده ان هو شارك يعني قعد 100 ساعه بيشتغل في إناكتوس بيتخطفوا في سوق العمل. وعلى فكره هو دلوقتي لما بيروح اي حد يعمل انترفيو بيكون ثلاثه، يا اما حد كان إناكتوس قبل كده لاننا من 2004 فبيتكلموا على المشاريع والانترفيو بتتقلب، يا اما حد كان جادج في إناكتوس حكم وطبعا بيبقى عارف هو بيتعامل مع مين، يا اما حد عمره ما سامع عن إناكتوس وبينبهر ازاي ان الطلبه في الجامعه بيبقوا ايجابيين وبيعملوا الشغل ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش اي فايده، لا بالعكس في حاجه ايجابيه في المجتمع. فهم مختلفين جدا. انا مشغوله يا استاذه لميس اسال حضرتك عن حاجه مش ناس كتير تعرفها اصلا، فكره المسؤوليه المجتمعيه للشركات او الجزء ده اللي الشركات بتعمله غير بقى انه اعلانات ومشروعات والبنوك، يعني ده جزء الناس كمان ما عندهاش فكره عنه. نفسي حضرتك تشرحي لنا ليه المؤسسات والشركات او باي نسبه يعني المؤسسات والشركات بتشارك. لازم نفرق ما بين ان انا بعمل دعايه وان انا بعمل تنميه. بالظبط. الدعايه ده حد تاني ملياش دعوه بيه خالص، هيدفع فلوس عشان هيطلع اسمه يا في تلفزيون او على مجله او حاجه، لكن انا النهارده انا لما بدخل وبدفع فلوس علشان هنمي في شباب، هنمي في صحه، هنمي في حاجه، انا بدفع الفلوس لهدف محدد هيوصل للشعب، وده اللي بيميز فكره التنميه او المسؤوليه المجتمعيه. بالزبط. أنا عايزة أنمي، عايزة أطمن على الطالب، عايزة أشوف فكره، عايزة أتأكد إن اللي هو بيعمله صح، بدربه، بعلمه، هنتكلم، هنقعد، هنقف، يعني بنخش في كل حاجة. بتدريب، تدريب، تأهيل، مشروع، بيفكر في الفكرة، بنساعده في الفكرة، في حرف. في كام بنك وكام شركة السنة دي مثلاً كانوا موجودين كداعمين؟ كداعمين عندنا لمشروعات الشباب. عندنا حوالي أربع بنوك أو خمسة. خمس بنوك، اربع بنوك وتقريبا خمسة. شركتين او ثلاثه خمس لا شركات من غير ما نقول اسماء، عددهم كان 11 بس منهم البنوك كانوا خمسه. حلو. يعني اقصد دي حاجه برضو تخلينا نفك الاشتباك ان احنا دايما نتخيل الشركات دي بتكسب وبس. الحقيقه لا لا لا، هي كويس انها بتكسب لانها تقدر تساعد المجتمع بشكل ثاني. وبالضغط احنا بنضغط في اوقات بنضطر اضغط، لا هتدفعه هتجيبه كده يعني بتقوم بالواجب كده. استاذه لميس كلمني وتعايق انا محتاجه حالا سيبيني بس. استاذه لميس ليها تاثير. لا طبعا علينا كلنا بصراحه. انا مستمتعه ومبسوطه، لكن قبل ما وقتنا يخلص عايزه منكم في 30 ثانيه انتوا نفسكم السنه دي تعملوا ايه؟ اكيد ذاكرتوا الفرق اللي سبقتكم، اكيد عارفين اللي سبقونا مثلوا مصر ازاي. نفسكم في ايه السنه دي وانتوا بتشاركوا في المسابقه الدوليه؟
اكيد ان احنا يعني نرجع بالكاس عشان مصر بقى لها كذا سنه يعني معاها الكاس. فحابين ان احنا يعني نسيب امباكت زي اللي قبلنا سابوه. طبعا احنا كنا يعني واحنا بنحضر للكومبيتيشن كنا بناخدهم كرفرنس، فحابين ان احنا نكون رفرنس لغيرنا بعد كده ان شاء الله. زياد اكيد زي ما مريم قالت يعني فعلا نرجع بالكاس تاني لمصر، وهو في مصر وان شاء الله يفضل في مصر السنه دي ان شاء الله. يعني دكتوره فاطمه، ايه اللي بتحلمي بيه لإناكتس مصر او لشباب مصر عموما انه الدور ده يتسع ويمتد؟ انا طبعا انا بتمنى ان الجامعات تتنبه ان إناكتس فعلا حاجه بتفيد الشباب، وان فعلا بتنمي مهاراتهم، مهارات التواصل والعمل في فريق، وبتاهلهم لسوق العمل بطريقه كويسه جدا. فاتمنى ان يعني رؤساء الجامعات يعني فعلا يشجعوا الطلبه ان هم فعلا يشاركوا في برنامج ايجابي زي إناكتس، يساندوهم ويدعموهم دايما ويشجعوهم. استاذه لميس، لانك طبعا صاحب التاثير على ناس كتير، وهي بتضحك لان هي عارفه بتعمل تاثير، تدي اوردر بالتاثير. الشركات اللي لسه ما دخلتش في ملعب التنميه او المسؤوليه المجتمعيه، ايه اللي يحط علينا الواجب المفروض ده، او وتبتدي منين؟ لا مش هنقول ان في شركات ما دخلتش، هي كل الشركات وكل القطاعات اذا كله والبنوك كلهم بيخش في التنميه المجتمعيه. الشركات الكبيره بس كله؟ لا 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 كله، والاصغر كله في حاجات صغيره جدا، دي حاجه تطمن. لا لا يعني في حاجات صغيره جدا، في مبادرات بنعملها بلاقي شركات صغيره جدا اللي هي بتقفل، حتى الموظفين بيجمعوا احنا عايزين نخش نبقى جزء كده. فكل القطاعات الدوله بتساهم في كل انواع التنميه، بس كل في مجال. يعني هنقول في حته، في حد يقول لك ايه انا مهتم بالاطفال، هعمل عمليات اطفال، هغذي الاطفال، هعمل كذا. حد حرف يدويه، حد تاني يقول لك انا مهتم بالحرف اليدويه، هعلم هاخد اللي عنده حرفه هخليه يبقى متميز بالزبط. هعلمه الباكجينج، هطلع بيه لسوق بره بالزبط. هوصله لبره. فكل واحد عنده التنميه بتاعته. وفي ناس مهتمه بالشباب وبتطلع لنا شباب زي الورد، وانتوا اصلا حلوين لوحدكم، بس احنا يعني شفنا حاجه حلوه متلمعه كده ومبسوطين بيها. بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا. مبروك لفريق إناكتس عين شمس اللي هيمثلوا مصر السنه دي. بشكركم، بشكر زياد وجي نورتنا، مريم احمد نورتينا، وبشكر كمان الزملاء اللي كانوا موجودين معانا، حبيبه احمد ومحمد سعد، باقي فريق بقى إناكتس جامعه عين شمس، دكتوره فاطمه سري رئيس منظمه او رئيسه التنفيذي لمنظمه إناكتس مصر، نورتينا. لازم نبعت لك بقى رجال الاعمال اللي عايزين يعملوا مشروعات، خلاص ده الديل اللي اتفقنا عليه النهارده. أستاذة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، أكتر حد يعرف يجيب فند أو دعم لمشروعات للتنمية في أي حتة. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.